السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الثامن عشر من شهر الله المحرم للعام الرابع والأربعين بعد المئة الرابعة والألف للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. مجلس اليوم مكمل للمجلس السابق، كان الكلام في الأسبوع الماضي عن أسباب ورود المصائب على الشخص أو على الناس عموما، وتقدم أن أسباب وقوع المصائب ثلاثة: إما أن تكون عقوبة معجلة، أو أن تكون كفارة، أو أن تكون رفعة. وفي هذا المجلس يكون الكلام إن شاء الله تعالى عن كيفية التعامل مع المصائب. أولاً، إلحاقاً لما سبق، كثير من الناس ينسى الربط بين المعصية وسببها، فيحصل خلاف مع زوجته أو خلاف مع أولاده، وترتفع الأصوات والمشاحنات، أو قد يكون مع بعض زملائه في العمل أو في المسجد أو في أي مكان، ثم إذا جلس مع آخرين أخذ يبين لهم أنه آذاه فلان وآذاه فلان، ولا يتذكر أن له ذنوبا قد تكون هي السبب في وقوع هذه المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا قال بعض السلف: والله ما أذنبت ذنبا إلا رأيت عقوبته في نفسي أو في أهلي، يعني زوجتي، أو في ولدي أو في دابتي. علق على هذا بعضهم أو بعض المتقدمين فقال: رحم الله سلفنا، قلت ذنوبهم فعرفوا مداخلها، وعظمت ذنوبنا فلم نعلم مداخلها من مخارجها. الشاهد كيفية التعامل مع المصائب. أول أمر إحسان الظن بالله تعالى عند وقوع المصيبة، وإحسان الظن بالله تعالى، عدم التجزع من التسخط والقضاء والقدر، وأن تعلم علم اليقين أن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك وأختك وأخيك وصاحبتك وبنيك، وأن الله تعالى أرحم بالعبد من رحمة الأم بطفلها، وأن لا تعترض لا بفعل ولا بقول تجزعاً أو تسخطاً. ولهذا قال قتادة فيما يتعلق بالظن بالله، ذكر القرطبي في تفسيره عن قتادة أنه قال رحمه الله: الظن ظنان، الظن بالله ظنان، ظن ينجي وظن يردي. المنجي هو الظن الحسن، جاء في الخبر القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله أو ظن سوءا فعليه. في سورة فصلت عن عاقبة سوء الظن: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى أن جاء في الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والظن كما قال عمر: إن قوما أحسنوا الظن بالله فأحسنوا وحسنت أعمالهم، وإن قوما أساءوا الظن بالله فساءوا وساءت أعمالهم. أول تعامل مع المصيبة إحسان الظن بالله والحذر من سوء الظن بالله. الثاني، إذا أصابتك مصيبة تذكر كثرة نعم الله تعالى عليك. جاء في آية العاديات، سورة العاديات: إن الإنسان لربه ماذا؟ لكنود. من الكنود؟ قال بعض أهل التفسير: الكنود من إذا أصابته مصيبة نسي النعم وأخذ يعدد النقم: أنا في كذا وأصابني كذا وأصابني كذا، وينسى كثرة نعم الله تعالى عليه. أيضا سبب ثالث من أسباب التعامل مع
المصيبة أن ترى غيرك. إذا رأيت مصيبة غيرك من أسباب تهوين مصيبتك مع عدم التهاون بالمصيبة، لكن انظر إلى غيرك وعظم مصاب غيرك. فهذه الأسباب مع سبب رابع، تفقد النفس ومحاسبة النفس، المحاسبة الصادقة، يتفقد الإنسان طاعاته لله بخاصة ما فرض عليه، يتفقد جوارحه، لأن هذه الجوارح مداخل إما للخير وسعة انشراح الصدر وقرة العين واطمئنان القلب، أو أن تكون تلك الجوارح سبباً لضيق الصدر والهم والغم والقلق. ومن التعامل مع المصائب أيضاً كثرة الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله. إن كان المصاب مذنباً يتوب إلى الله ويصدق، ومتى ما علم الله من عبده صدق التوبة غفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. أيضاً من أسباب أو التعامل مع المصائب استنصاح الآخرين، لك أصحاب تثق في ديانتهم وفي عقولهم وفي رزانتهم، استشرهم في أمرك وشاورهم في أمرك، ربما أن يدلوك على أمور أنت مفرط فيها، وربما تهتدي بعد هدي الله ثم بمشورتهم إلى إغلاق أبواب للشر عنك. فإذاً عوداً على بدء، من أعظم أسباب التعاون مع المصائب حسن الظن بالله تعالى والحذر من سوء الظن به. أيضاً كذلك أن تتذكر من هو أعظم منك مصاباً، فهذا من أسباب تخفيف المصيبة. وثالثاً أن تتذكر كثرة نعم الله عليك. أصابك مرض في قدمك، في رأسك، في باطنيتك، صح أن الإنسان يضيق صدره ويتألم، لكن مما يخفف أن تتذكر أنك سليم في يديك، سليم في سمعك، سليم في كذا في كذا، وغيرك مصاب في جوارحه وفي باطنيته، فهذا يخفف. أيضا من ذلك مما يخفف المصاب كما تقدم أن تكثر وتلزم كثرة الدعاء والافتقار والمحاسبة، محاسبة النفس. يقول ابن أحد السلف رحمه الله، يقول تنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، يقول يعرف المرء نفسه في أحوال ثلاثة عد منها، انتهى الوقت، وفق الله الجميع، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.